اهلا بيكم بعد الفاصل. خلينا نرحب بضيفنا الكبير ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر للكره الطايره كابتن ممدوح اسماعيل. كابتن ممدوح مساء الخير، منورنا ومشرفنا. مساء الخير يا كابتن خالد، يشرفني طبعا وجودي مع حضرتك النهارده. كابتن ممدوح عايز اسالك سؤال غريب شويه النهارده قبل ما نتكلم عن الطايره. بدات كره الطايره ازاي؟ والله انا بدات في المدرسه، لعبت كل الالعاب، العاب قوه، هاندبول، باسكت، مدرسه مش نادي. في المدرسه في البدايه كويس، ويمكن لحد سن مثلا 15 سنه فضلت الف على الانديه عشان يختبروني في كره القدم لحد ما رحت اختبارات في النادي الاهلي كويس ايام كابتن مصطفى حسين طبعا الله يجازيه خير، يعني رحمه الله عليه. فشافني وقال لي ما تنفعش في الكوره، وانا خارج من الاستاد بتاع النادي الاهلي لقيت كابتن توفيق شهاب كان بيمرن الفريق الاول في النادي الاهلي. فدخلت قلت له يا كابتن انا عايز العب، مش عايز اخرج بره النادي الاهلي، لان من ساعه ما دخلت فالمهم اختبرني وعمل لي شويه قياسات واختبارات، وفي نفس اليوم مضاني استماره انضمام للنادي الاهلي، ومن ساعتها موجود في النادي الاهلي. يعني كابتن ممدوح بدا كره قدم، دخل النادي الاهلي كره قدم، راح ملعب الطياره. دي حقيقه فعلا، واستمريت بقى في النادي الاهلي، ومن ساعتها بقى لي من سنه 77 اكيد ليك مباريات مهمه جدا حقيقة في تاريخك حقيقة. ما تنساهاش. ايه المباراه اللي ما تنساهاش يا كابتن ممدوح؟ من اجمل المباريات كان ماتش مع منتخب تونس وكان باسم السعديه، كان في بطوله الانديه في نادي الزمالك، وكانت على صاله نادي الزمالك في سنه 90، وكان كابتن فؤاد عبد السلام هو كان المدرب ساعتها، وخسرنا في الشوط الاول من فرقه تونس، ولقيته بينده لي انزل بسرعه، وكان ربنا موفقني جدا في الماتش دوت، وقدرنا نحقق نكسب الماتش ده 3-1 مالك، وكسبنا الزمالك في النهائي. فمن دي ضمن البطولات اللي انا حبيتها وفي نفس الوقت بعتز بيها. وبطوله تانية كانت في الجزائر برضه، بطوله افريقيا كان من ضمن برضو وانا بعتزل، كان اخر ماتش بالنسبه لنا كان في الجزائر، ويمكن حصل الجمهور دخل الملعب وفضل لما كنا بنلعب اهلي وزمالك هناك. الحمد لله يمكن طلعنا من الملعب سالمين، اتنقل الماتش لمنطقه عسكريه وكسبنا البطوله هناك، وشلت الكاس وانا كابتن الفريق واعلنت اعتزال، واحنا حاصلين على بطوله افريقيا، ودي كانت بطوله غاليه جدا برضو عليا، ودي كانت اغلى بطوله عند كابتن. دي حقيقه فعلا، دي حقيقة. بطولات كتيرة وإنجازات وتاريخ كبير في النادي الأهلي، ربنا يخليك. لكن خلينا نروح لمنتخبات الطايرة. شهر يناير بالنسبة لاتحاد الطايرة شهر شهر حياة أو موت زي ما بيقول. منتخب سيدات بيلعب في الكاميرون، دي حقيقة، ومنتخب مصر بيلعب هنا في التصفيات الأولمبية المؤهلة أو التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبيات في طوكيو. نبدا سيدات ونبدا رجال، اللي انت عايزه، اللي انت حضرتك ما تحب. نتوقع على الله. بدانا سيدات لان سيدات هم اللي بداوا الاول. يعني بالنسبه للسيدات ممكن فرقه السيدات لسه اعمارهم صغيره في السن، ويمكن المنتخب لسه منضم بنات ندى معوض ونوى معوض، كانوا بيدرسوا في الجامعه الامريكيه هناك، ومن ساعتها بقى لهم اكتر من سنتين ثلاثه ما انضموش للمنتخب. عندنا اصابه ايا الشامي عملاقه كره الطايره في مصر وفي افريقيا واحسن لعيبه، عملت رباط صليبي من فتره ولسه يا دوبك بترجع تتمرن في النادي الاهلي، ما قدرش طبعا يغامر بيها في المنتخب عشان البطوله. فنبص للمستقبل ابعد، يمكن كل الحاجات دي محتاجين ندعم فرقه الانسات ونحتك بيهم ونعمل لهم برنامج لمده 4 سنين عشان نشوف النقطه اللي احنا لحد وقتنا هذا مش قادرين نعديها، اللي هي ان احنا نوصل بيهم للمحافل العالميه. يمكن احسن لسه كنادي اهلي بناخد بطولات افريقيا، الحته دي الخطوه دي عملناها كويس الحمد لله مع كابتن حمدي الصافي. النهارده كمنتخب ازاي نعدي؟ لازم يبقى تعمل لجنه نفكر ايه السلبيات اللي عدت على منتخب الانسات عشان نوصلهم ان هم ياخدوا بطوله افريقيا ويوصلوا الاولمبيات ويوصلوا لكاس عالم وبطوله عالم. الحته دي مهم جدا دراستها، ونشوف ايه السبل ان احنا نوصل للمنطقه دي ونتزعم القاره تاني زي ما كنا تزعمناها فترات طويله، وكنا بنروح لحد سنه 86 دي اخر بطوله عالم رحناها، ومن ساعتها ما رحناش كده. من 86 ما رحناش، من 86 ما رحناش بطوله عالم، انما عشان برضو ما بنقدرش نكسب كينيا، ويمكن البطوله اللي فاتت كسبناها في قبل تصفيات اولمبياد ريو دي جانيرو اللي كانت في البرازيل، وخسرنا من كاميرون، الكاميرون هي اللي راحت. المره دي كينيا رجعت تزعمت القاره امبارح، كسبت مصر من يومين، وكسبت 3-1
وكسبت امبارح الكاميرون في ملعبها، وبكده هي قطعت التذكره للاولمبياد طوكيو رسميا. خلاص رسميا خلاص الموضوع انتهى، أعتقد. انتهى خلاص. احنا بنلعب كده تشريفيا. لا مش مصر بتلعب تشريفيا، بتكلم على كينيا اصلا المباراه. كينيا خلاص كسبت امبارح 3-2 الكاميرون. ويخفض الله ماتش سهل فرقه نيجيريا، ويمكن نيجيريا احنا امبارح كسبناها 3-0، وبالتالي هي لسه الاصابع اعتقد نيجيريا وبتسوانا، ولا اصابع بتسوانا بس؟ احنا فاضل لنا بنلعب كده على كينيا دلوقتي. كينيا خلاص فاضل لها نيجيريا، فاضل لها نيجيريا بس خلاص. وانت شايف ان الفرق كبير والفرق بعيد، احنا في ظروف منتخبنا دي يعني انجاز ان احنا بنوصل للمنطقه دي، انجاز ان احنا امبارح كسبنا نيجيريا. احنا طلعنا مع كينيا 3-1، وهم عندهم لعيبه محترفين في فرنسا. فلا الفرق لسه محتاجين نجمع قوانا، محتاجين نشوف البنات اللي بتدرس في الجامعه الامريكيه ونتابعهم، نشوف مستواهم في ايه ونعمل لهم برنامج، نشوف البنات اللي تستاهل تخش المنتخب ونعمل لهم برنامج 4 سنوات. فلا المحتاج يعني محتاج بلان شغل بالظبط كده، محتاج بلان. فده الفكر اللي المفروض نفكر خليني فيه. خليني ابص او اقرا كده في المشهد اللي هو بتاع البطوله الافريقيه سيدات او البطوله المؤهله والبطوله المؤهله للرجال. اتفضل. في عامل مشترك وهو منتخب الكاميرون تطور بشكل كبير جدا في المرحله اللي فاتت. ده حقيقي. ويعني حاسس ان هم ممكن يوصلوا خلاص ينافسوا مصر وتونس في الرجال بالذات بالاخص، ينافسوا مصر. المفتاح هنا كان الاحتراف. الاحتراف. هم سمحوا لاعبتهم ان هم يسافروا يلعبوا في فرنسا في مستويات مختلفة، من المستوى الثاني للمستوى الأول حسب قوة اللعيب، فبالتالي بياخد خبرة ويرجع ينضم لمنتخب بلاده ويحصل على بطولة أفريقيا أو يتأهل للبطولات العالمية. يمكن لسه كان منتخب مصر من كام شهر في دورة الألعاب الأفريقية، الكاميرون كسبت وتونس كسبتنا، الجزائر كسبتنا اللي احنا كانت هناك امبارح الحمد لله برجوع عبد الله عبد السلام مايسترو الكرة الطايرة المصرية والأفريقية. نتكلم عليه لان هو بصراحه يعني يستاهل امبارح حاله في السن دوت، او اسطوره من اساطير الكره الطايره بصراحه. دي حقيقه. هو واحمد صلاح عاملين دويتو امبارح ماتش كبير جدا. انهم مش توأم يا كابتن. لا هم توأم روح. توأم روح. امتى بيديله، امتى يخليه يريحه شويه، وامتى واخد بالك يسرع اللعب، وامتى يعدله اللعب. لا مدرسه هم الاثنين، حاله يعني تتكتب في تاريخ الكره الطايره المصريه. وفعلا محققين انجازات مع بعض، بس محتاجين ان احنا فعلا نوصل للاولمبياد طوكيو. يشد حيلهم في الماتشين اللي فاضلين. هيتكتب لهم في التاريخ ان ثالث مره يروحوا الاولمبياد، فهتفرق كتير جدا. ثاني مره على التوالي ان شاء الله باذن الله. خلينا نتكلم على الطايره سيدات. اتفضل. عدم وجود ايه الشامي اثر على الفريق ولا؟ اكيد اثر على الفريق. اكيد طبعا. ايا الشامي عملاقه كبيره جدا، لعيبه كويسه، عندها خبره، بتشوط من عالي، بتشوط بقوه، يمكن بتشوط حوالي 40-50% من قوه الفريق. فبالتالي النهارده لما فجاه يحصل لها اصابه وانت مش عادد قبليها، لو حصل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي هيحصل ايه؟ ما عدتش ان يكون ليها بديل. فالنهارده للاسف انت بتلعب من غيرها مع منتخب لسه اولاد صغيرين، في بينهم بنات تحت 18 سنه كانت لسه بتشترك في بطوله العالم اللي فاتت اللي كانت معموله في مصر تقريبا. دي حقيقه. واخبار حياتك. فعندنا 3-4 لعيبه من الاولاد الصغيرين، فمحتاجين خبره. ففرصه الماتشات دي تسكلهم مستقبل مع الاحتكاك مع بلان طويل الاجل، نقدر نحقق ونرجع تاني نتسيد القاره. بترجع ونلف وندور في اساس حاجه واحده، البلان للكرة الطايرة 4 سنين 5 سنين 6 سنين. مهم جدا. مهم جدا. أي حاجة محتاجة أسلوب علمي، محتاجة تخطيط عشان توصل للهدف اللي أنت عايزه. لازم تدرس السلبيات إيه وتحلها. لازم عندنا احتكاك، عايزين نقوي المسابقات المحلية، عايزين إزاي نسافر وخبر حياتك ونحتك بالدول الخارجية. محتاجين البنات الأطوال والخامات الكويسة، ننتقي خامات كويسة ونشتغل معاهم مع مدربين متخصصين إنهم يوصلوهم للهدف اللي احنا بنشتغل عليه. فمهم جدا الناس تفكر، ومهم جدا يجيبوا المتخصصين ويدرسوا ايه السلبيات ايه ويحلوها. فربنا مع الجميع. مع الجميع. بس هرجع برضه الف عليك في الكلام وهسالك سؤال برضه. اتفضل. بس بشكل مختلف. اتفضل. مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري اللي هيمسك منتخب مصر بصفه عامه؟ انا بالنسبه لي مع المدير الفني اللي هو حافظ معنويات اللعيبه ونفسيات اللعيبه. يمكن انا من فتره كنت موجود في قناه الاهلي، واول ما خلصوا كاس عالم قلت يا ريت الاتحاد يقرر ان هو يولي محمد مصلحي فرقه الرجال.
احنا الفتره قليله وكان في معنويات منخفضه، الاولاد كانوا راجعين نفسيتهم تعبانه، في اختلافات في وجهات النظر، امتى بيريح عبد الله، امتى بيخرج احمد صلاح، امتى عامل مشكله مع محمد عادل، يعني مواضيع كانت طبعا نتيجه قوه الفرق في كاس العالم، وانت 12 ماتش في 15 يوم حمل كبير جدا، انت برضه ما استعدتش ليه كويس. فكان مهم ان حد يفهمهم قوي. هو ميدو حافظهم في النادي الاهلي وبيقدر يعمل الكلام ده في النادي الاهلي. فلو يقدر نحل عشان نوصل لطوكيو، ان هو لازم الولاد مش محتاجين نواحي فنيه اكتر من محتاجين معنويات. فميدو بيعمل ده كويس، امتى بيريحهم، امتى بيحافظ عليهم، امتى بيبتسم في وشهم، امتى بيطبطب عليهم وهم خارجين. خلينا نتكلم على جزء السيدات بالاخص، ان وجود مدير فني اجنبي لمنتخب السيدات، وجهه نظرك فيه ايه؟ يعني هل احنا مع ان كان عندنا نجوم، كابتن حمدي صافي، كابتن تهاني توسو، نجوم كبار في عالم التدريب ونجوم في اللعب، هل مع المدرسه اللي هم دول يقدروا يمسكوا ونديهم مسؤوليات ونديهم اختصاصات ونديهم كمان تسهيلات، نديهم حاجات كتيره ونساعدهم، ولا مع وجود مدير فني اجنبي؟ بص، هي منظومه على بعضيها، ما نقدرش نختص ان المشكله في المدرب. لا، هي منظومه على بعضيها. انا عامل بلان كل متوفر فيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان العناصر كلها متوفره. المدرب الاجنبي اذا ما كانش خبير ويقدر يضيف للكره الطايره المصريه، يبقى المصري افضل مليون مره، لان حافظ البنات، حافظ برضه طريقه لعبهم، حافظ الفرق الافريقيه اللي بيلعب قدامهم. فهي منظومه. طب ارجع للتاريخ لورا شويه وشوف مين كان بيمرن منتخب مصر قبل كده، وكان انجازات وبطولات ومكاسب كثيره أكيد جدا. اكيد كابتن رؤوف عبد القادر طبعا، يعني انجازاته كبيره مع النادي الاهلي والنادي ومنتخب مصر، وكنا متسيدين القاره لفترات طويله. هو ده بس عليك. هو يعني برضو كابتن رؤوف نتيجه خبراته وسنين طويله مع النادي الاهلي قدر يحفظ الفرق. يمكن انا اشتغلت معاه فتره كبيره من السنين، تمام، وتعلمت منه حاجات كثيره جدا. فلا، مهم جدا ان هل هتعمل عندك الكادر ده، يبقى محتاج تديله وقت عشان يحفظ الفرقه، عشان يطلع خامات، عشان يشتغل. فده محتاج بلان برضه. هتخليني اقول لك ان الكادر ده مهم جدا، احنا لازم نعمله ولازم نديله السبورت الكافي. بالظبط كده، علشان يبقى عندنا كوادر. بالظبط، طول ما احنا مش هندي سبورت لاولادنا دي حقيقة. ولا حاجه، دي حقيقه. هنفضل نتخبط وخبر حياتك ونروح من بطوله لبطوله، ومعلش لا نعلق الشماعه على حد معين، لا احنا عايزين نفكر. فعلا الناس محتاجه تمسك في ايدين بعض كده، ما بقاش في صراعات بين المدربين، ما بقاش في بين المسؤولين، بان واخد بالك ده يمسك الاتحاد شويه وده واخد بالك بيتكلم عليه وعايز يخش مكانه. بقالنا سنين طويله بهذه الطريقه، محتاجين نتضافر الجهود، كل الناس تشتغل، حتى لو انا من بره اقدر اساعد. هل عندنا المعنويات دي والقوه دي ان احنا نرجع بلدنا كده؟ انا بقولها لك بصراحه، بلدنا كده، هتعلمنا كلها كده. لازم نساعد، لازم نفكر ونساعد بعضنا تاني، ونقف ايا كان مين اللي ماسك، نقف وراه، وكلنا بندعم المنتخبات القوميه. وفي اي حته احنا ممكن نساعد ونخدم، لان دي بلدنا، وبلدنا حلوه جدا، يعني نحب البلد ونحبب الاجيال اللي طالعه في الوطن. مهم جدا كلمه الوطن دي. دي بصراحه احلى كلمه قلتها لي النهارده، نحبب اولادنا في الوطن. اكيد كلنا عايزين نرفع رايه مصر عاليا في الذات، طبعا اكيد بيتكلم على الرياضه، في المجال الرياضي اكيد عايزين نرفعها في كل المحافل الدوليه. نتمنى ان شاء الله باذن الاتحاد الطايره او الاتحادات في مصر يعني تمشي على النهج العلمي، ان يبقى عندها بلان 3-4 سنين، بس في الاخر نحقق اولادنا يبقوا كوادر، تبقى الدنيا عندنا شكل مختلف. كابتن ممدوح، عشان نقفل بقى السيدات او المنتخب السيدات، خلاص فرصهم خلص الموضوع، عايزين ندي خارطه الطريق في المرحله اللي جايه لمنتخب السيدات او الاتحاد الطايره، بنقول له احنا راينا 1 2 3 4 عشان نمشي على نهج الطريق صحيح. زي ما حضرتك تفضلت وقلت الاسلوب العلمي، بلان لمده 4 سنين على الاقل، ما كانش 8 سنين، وخبر حضرتك من دوره اولمبيات لدوره اولمبيات. عندنا اجنده دوليه، عندنا اجنده افريقيه، عندنا اجنده محليه. نفكر ازاي نقوي المسابقات المحليه والناشئين، ازاي ننتقي، ازاي ندخل الاسلوب العلمي للمدربين. فرحت امبارح جدا ان في الفيديو تشيك اتعمل امبارح، فرحه الجماهير ان انت شفت حاجه بره بتنفذ في كاس العالم اتعملت عندك في بلدك. دي مهمه جدا
ما هو ده اكيد مهم، لان اللعيب اللي بيلعب النهارده داخل مصر لو ده الفيديو تشيك اتعمل في مصر بيقابله بره، بس فجاه هيقول الفيديو تشيك بره مش بيكون متعود عليه، يعني دي حاجه طبيعيه. ما هو كان انجاز امبارح التنظيم، وكان امبارح فوز مصر على الجزائر بعد ما كنت خسران منها في البطوله اللي قبليها. كان المفروض ماتش يخلص 3-0، بس برضه الولاد يمكن لقوا ان في الشوط الاول والثاني راكبين بفرق كبير، طمعوا فرقه الجزائر فيهم وجرؤوهم، يمكن خدوا مننا شوط ما كانش المفروض يحصل، بس الحمد لله كسبنا في الاخر 3-1، وده يعتبر بدايه خير لماتش بكره. والنهارده القوه هتبان ماتش تونس والكاميرون. هنتكلم في الجزء الثاني على الرجال، بس ليه ما عندناش محترفات في الكره الطايره بصراحة شديدة؟ أعتقد عندنا لعيبة سافرت قريب الاحتراف في أمريكا، ياسو سافرت، نور ياسين موجودة، لعيبة كويسة جدا و... لكن ما عندناش السكة دي. ليه ما عندناش محترفات؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله، إن دور مين يا كابتن؟ دور إن احنا الانتقاء من بدري، خامات كويسة، عناصر كويسة، ونعمل اتصالات زي ما البنات لقوا في حد طلع كده لوحده اجتهاد شخصي ومن غير متابعه برضه، يعني كويس. لازم احنا نتابعهم هناك، برنامجهم ايه، بيتمرنوا ازاي، الماتشات اللي بيلعبوها ايه، مستوياتهم ايه قبل ما نجيبهم. فمهم جدا ان احنا نتابع حالتهم الدراسيه، هل هينفع يجوا ويلعبوا معانا البطولات ولا لا. طب هل ممكن نطلع لعيبه زي ما الكاميرون عملت اكتر من 10 12 لعيبه واخد بالك؟ انا عايز اوصلك للنقطه دي، سكه من ضمن السكك اللي احنا ازاي نطور الكره الطايره المصريه بيها. مين السكه اللي يطلع، النادي ولا المنتخب ولا اللعيب يشوف الفرصه؟ مش هينفع تبقى فردي، مش هينفع كل لعيبه تطلع تلاقي نفسها بتعمل بتراسل الجامعات بره، انا عايز اسافر، مش هينفع، لازم من جهه مسؤوله عن اللعبه اساسي الاتحاد مع النادي. واخد بال حضرتك ازاي ننسق الاثنين مع بعض؟ في اي حاجه مهمه هقولها، فضل. في اي اتحاد اوروبي هتلاقي حاجه تسويقيه داخل الاتحاد بالزبط. هو اللي بيجيب الفرصه لبعض اللاعبين، اللاعب اللي هيكون عايز يحترف قدم الاتحاد بلده ان هو عايز يسافر لبره، ويبتدي يتعاون ويتخاطب مع الانديه المحتاجه، ويشوف عشان يقدر يطلع كم كبير ياخد خبرات ويرجع لبره تاني. هل ممكن نشوف ده في الاتحادات المصريه؟ مفيش حاجه تسويقيه للاعبين، مفيش حد بيدور على اللاعبين يطلعهم او المدربين او الاداريين، ما عندناش ده يا كابتن. دي حقيقه. ليه؟ للاسف. يعني للأسف. المفروض يديهم خبرات بدل ما ندفع فلوس دولار ويورو في مصر، يعني للأسف. نصفر احنا احسن ولا ايه؟ للاسف مش موجوده، ويمكن ممكن الاتحاد في الفتره اللي جايه كابتن احمد عبد الدايم او اللي هينجح واخد بالك الفتره الانتخابات اللي جايه او اللي هيستمر ممكن يفكر بهذا الاسلوب، ان هو يخلي الناس الكبار بتوع اللعبه يبداوا يفكروا ويدرسوا ايه السبل اللي ممكن نرجع نتسيد القاره تاني. بص احنا كده خلصنا تقريبا منتخب السيدات بدون فرصه، لكن خلينا نخرج لفاصل عشان نرجع ونتكلم على منتخب الرجال اللي هو اعتقد فرصه اكبر كتير من السيدات. دي حقيقه. هنخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه في الفقره الاخيره عشان نتكلم على منتخب الطايره للرجال في التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. اهلا بيكم في اخر فقره النهارده، معانا الكابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر لكره الطايره، والحديث عن البطولات المؤهله للاولمبياد القادمه باذن الله في طوكيو 2020، والحديث عن منتخب مصر للرجال في اخر فقره. كابتن ممدوح بنجدد الترحاب بيك، ودلوقتي دخلنا على منتخب مصر للطايره للرجال اللي هو الاقرب ان شاء الله من وجهه نظري، من وجهه نظري الضئيله ان شاء الله ان هو يقدر يحقق حاجه ان شاء الله. قول لي الجزائر التونس الكاميرون مصر بقى مربع، زمان كانت الامور من مصر وتونس بس، لكن دلوقتي حاسس ان في اشتباك في الكره الطايره. هو بعد طبعا ما فرقه الكاميرون بدات بعتت لعبتها لفرنسا وبداوا يحترفوا، ده رجع على المنتخب عندهم بالقوه وبداوا ينافسوا بقوه منتخب تونس والجزائر ومصر. يمكن من ضمن المفارقات الغريبه امبارح مين بيمرن فرقه الجزائر؟ برناوي اللي هو كان ايام احسن بلاي ميكر من اللعيب، كويس جدا وكان ليه مدرسه ان هو بيحمل الكوره شويه وبيقدر يلعب بالبلوك يطلع
بلوك وينزل بلوك، بيطلع الضريب ويصابع الكوره بطريقه جميله جدا ايام ماجد مصطفى وحمد الصافي ومحمد مسلحي. يمكن ده هنا المنافسه، يمكن ياما قابلناه كتير في بطولات الانديه ومع المنتخبات. يمكن البطوله اللي كان خدها في مصر كانت في دوره الالعاب الافريقيه اللي هي كانت موجوده في الاستاد، كان لسه الاستاد مجمع استاد معمول جديد، ويمكن كان الصاله مليانه، وفرقه الجزائر بدأوا يشغلوا الحكم وبدأوا يعترضوا عليه، فقدر يأثر بخبرتهم الكبيره جدا على الماتش دي والبطوله دي. فمن ساعتها فرقه الجزائر بدأت تنافس. النهارده برناو بيرجع مع المنتخب الجزائري، هو المدرب، هو المدرب النهارده. بس جبتني بص يعني على حاجه انا لسه بتكلم فيها معاك. اتفضل. برناوي ده نجم من النجوم التاني، كان في عصر ماجد مصطفى. دي حقيقه. وكابتن حمدي الصافي ونجومنا الكبار. دي حقيقه. ده ماسك منتخب بلده واحنا جايبين مدير فني اجنبي. تزعل؟ اتضايق؟ عادي؟ مفيش مشكله، يعني هم عايزين، بس قول لي بصراحه. انا زعلان بصراحه. اكيد اكيد فعلي. احنا مصريين عندنا كوادر ما شاء الله كويسين جدا، بالذات كمان لو احنا وفرنا لهم العناصر النجاح هنقدر ننجح بيهم. وما شاء الله حققوا انجازات كبيره وهم لعيبه، وحققوا محمد مسلح مع النادي الاهلي بقى له سنوات طويله بحق انجازات، وحمد الصبر حق انجازات، وعندنا مدربين تانيين كويسين وكوادر. بس هو قصه ان احنا نخطط ونشغل الاسلوب العلمي. احنا عايزين لما نرمي الكوره من ملعبنا احنا جبنا مدير فني اجنبي وهو ما كسبش. يعني دي سياسه صراحة. دي سياسه واخبار حضرتك ما اقدرش اتكلم فيها. ممكن زي ما قلت لك حضرتك، ممكن نجيب الخبير الاجنبي في حاله ما يكون خبير هيضيف للعبه، لاي لعبه ان كان بصفه عامه. خلي بالك دي حقيقه، واحنا للكوره للطايره للهاندبول للباسكت نقدر. واخبار حضرتك، هل هيعلم اجيال؟ هل هيعمل كوادر؟ هل هنستفيد منه؟ خلاص نجيب. اتمنى بجد ان كل الكوادر تكون مصريه، لان كل الدول اللي في العالم بيشتغلوا على كوادر عندهم. لعيب بيبطل النهارده بيمسك منتخب بلده وبيمسك ناديه كفريق اول. نتمنى للمنتخبات المصريه يكون كل الكوادر مصريه في الجيل الكبير او الجيل الذهبي للانديه للمنتخبات. نتمنى وجودهم في تدريب المنتخبات، لان حقهم الطبيعي ان هو كان نجم كبير وادى النادي وادى لمصر يكون متواجد في داخل التدريب في المنتخبات المصريه، لان ده حق من حقوقه. هو عايز يوصل للمرحله دي ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه يكون كل الكوادر المصريه. وده مش كلامي، ده كلام رئيس الجمهوريه اللي قال ان المدير الفني يكون وطني دايما، ودي حاجه مهمه جدا عشان يقدر يحس بالبلد ويقدر يحس ويتفاعل مع اللاعبين. هنرجع لمنتخب الطايره وكابتن عبد الله عبد السلام واسطوره من الاساطير هو كابتن احمد صلاح، والتفاهم والتوائم بينهم داخل ارض الملعب. حقيقه عبد الله امبارح عمل ماتش كبير، ويمكن كان بيقدر يوزع اللعب لجميع اللاعبين من ولاد صغيرين في مركز ثلاثه، لما نزل محمد عادل برضه اداله كور صعبه جدا ونهى الشوط الرابع بصورة يعني جميلة جدا في كور جاية من بره التلت حطها تحت ايد محمد عادل، حطها بنقط مباشرة انهى بيها الشوط اللي هو يعني رابع. دي حقيقة. مع احمد صلاح في كور برضه صعبة جدا بيديها له، امتى بيسرع له امتى بيعلي الكورة. بصراحة يعني عبد الله نضج جداً. نضج وخبرة عالية جدا، بتقدر وانت قاعد بتبقى مطمن ان عبد الله في الملعب مستمتع بلعبه الكره الطايره مع عبد الله بسلام. دي حقيقه بتحس ان هو مش عارف هيدي لمين ولا يطلع مين. هو شغل الفرقه امبارح يعني. امتى الاولاد؟ يمكن ضياء برضو تحت 23 سنه لعب كاس العالم مع منتخب مصر تحت 23 سنه. ضياء لسه جديد على منتخب مصر، شغله امتى؟ وقفوا امتى؟ بيدي لاحمد سعيد من سته امتى؟ لا، عبد الله مايسترو فعلا. نتمنى ان هو يتكرر الماتش ده بكره ويوم السبت ان شاء الله مع الكاميرون، ونبارك لهم على وصولهم لطوكيو يا رب. نتمنى دلوقتي خلاص مدرب اجنبي مدرب مصري. احنا دلوقتي خلاص احنا في ارض الملعب، صح؟ مفيش وقت، كلنا سبورت للناس كلها بالمدير الفني الاجنبي. دي حقيقة. كل حاجة. احنا كلنا نجتهد. هم ماتشين معنويات عاليه، رجوله في الملعب، الجماهير بكره ان شاء الله ورا. هو ده اللاعب رقم واحد الاساسي ان ورا اللعيبه دي، عشان تو ما بيحسوا ان الجماهير في الملعب بتلاقيهم حاجه تانية خالص. نستاذن بس من الامن
ان هو يدخل الجماهير يا رب. مهم جدا طبعاً. لمصر وكلنا وراهم عشان نبارك في الاخر ونلعب في طوكيو، ودي تبقى انجاز كبير ان مصر بتروح لتاني مره الاولمبياد على التوالي باذن الله. نتمنى لهم التوفيق. لكن تونس الكاميرون، ما المنتخب الاقوى من وجهه نظر كابتن ممدوح اسماعيل؟ بص، انطونيو جوكوب المدرب الاجنبي للتونسي منتخب التونسي كان ماسك منتخب مصر واتحاد ده انا كنت لسه هسال السؤال الاتحاد القطري الاتحاد التونسي بقى له سنوات طويله في استقرار عندهم، بيبعت اللعيبه بره بره تحترف زي حمزه نقه محترف في الدوري الاماراتي، ويمكن هناك عاملين مسابقات قويه جدا، كل نادي هناك بيجيب 2 محترفين، وفي بطولات عربيه بيجيب 5 6 محترفين، يمكن مهتمين في الامارات وبيسافروا بره معسكرات كتيره جدا، بيجيبوا اقوى اللاعبين المحترفين، فبالتالي مستواه عالي جدا خلال الفتره اللي فاتت. هو كفه تونس لعيب عنده خبره مع المعد برضه زي عندنا زي عبد الله وزي احمد صلاح انهين الاقوى ماتش في الملعب. ما تقدرش تقول ان مصر هتكسب بسهوله او الكاميرون هتكسب بسهوله. مهم جدا النهارده الكاميرون وتونس هيلعبوا في التوقيت الحالي الساعه 8 حاليا، مهم ندرسهم ونسجل لهم ونحلل لهم كل خطوه وكل لحظه وكل بنت بيعملوا ايه في البوزيشن دوت ونحفظهم. عندنا النهارده كان اجازه لان غانا انسحبت وما جاتش بالظبط، ففرصه ان هم ريحونا ريحونا، فده هيدي تشانس للمنتخب المصري ان هم لاعبين مع بعض النهارده، وممكن يا رب يطلع الماتش 5 جيم عشان يبقى فرقه تونس تعبانه حمل عالي يبقى الحمل عالي ان ناخدهم بكره. بس مش هو ده المفتاح، المفتاح في ايد اللعيبه المصريه. بس لو الكاميرون النهارده كسبت تونس في احتمالات، يا تونس تكسب يا الكاميرون تكسب. بص هو لو الكاميرون كسبت الماتش هيبقى اصعب كتير. الماتشات في الملعب ما تقدرش تقول تونس هتكسب ولا الكاميرون هيكسب. الكاميرون فيها لعيبه محترفين في الدوري الفرنسي، كسبانه اخر بطولتين وخبر حضرتك. فلا هنا حسب التوفيق وحسب الكاتشنه. النتيجه دلوقتي على ارض الملعب 9-8 لمنتخب الكاميرون في الشوط الاولاني على ارض الملعب. هيمشي ايكوال، هيمشي ايكوال لاخر الماتش، بونت 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 بونت، لان فرقتين مستوى متقارب جدا، الثلاث فرق مستواهم متقارب، مش هتقدر تقول مين هيكسب خلال الماتش وهو ماشي، بعد الماتش نقول مين كسب. جوه ارض الملعب اللعيبه هي اللي بتلعب، لكن خارج الخطوط انطوني جاكوب ماسك المنتخب المصري قبل كده، دي حقيقه. هتفرق الكلام ده بكره في مباراه مصر وتونس؟ هو ديربي، ديربي بين اللعيبه ومن بعضيها، بين المدرب والمدرب. خبره انطونيو جاكوب منه كان ماسك منتخب مصر وبقاله سنوات طويله كمان ماسك منتخب تونس، برضه حافظ الفرقتين. هنا توفيق اللاعبين، هل اللعيبه واخد بالك هتيجي في وقت هي خبرتهم اللي هتحسم المباراه؟ اعتقد خبره احمد صلاح مع عبد الله هيقدروا يرجحوا كفه المنتخب المصري، ونتمنى ان شاء الله الفوز لمصر عشان نوصل الاولمبياد. بس يعني عشان بس الناس تبقى عارفه، اكيد كابتن عبد الله وكابتن احمد صلاح نجوم كبار جدا وفعلا مؤثرين جدا، لكن عندنا نجوم 10 نجوم معاهم في ارض الملعب اكيد كلهم. بص التوليفه دي بقى عشان بس هيقولك اصل لا احنا بنتكلم عبد الله باقي اللعيبه لا تقل اهميه عن احمد وحسام. حسام بره وخبال حياتك في ثانيه يبقى في الملعب، يمكن بيتعمل للتغيير بس بضريب، بينزل حسام مكان عبد الله يعمل البلوك زي ما كابتن عادل نزل اخر مباراه وغير شكل امبارح. عادل انا نزل له بعد الماتش زعلان قوي ان هو ما بداش الماتش، بيقول لي تخيل المدرب ما بداش بيا وقال لي لو هو الولادين الصغيرين نزلتهم وانا خايف منهم، بس لو اللي مش هيلعب حلو فيهم انت هتنزل مكانه. فازاي لعيب كبير ما يبداش الماتش؟ هو شايف كده، نزل كال الملعب، نزل خلى شكله حلو جدا طبعا، نهى الماتش وشط عبد الله شغله وخد امبارح بلوكات في الشوط الرابع كتير. فنتمنى الكلام ده يلعب أكيد بنفس الحميه. طبعا اكيد في بدايه المباراه بنحط الشباب عشان لو ما مشيتش الامور. هي وجهات نظر على كل لاعب ان هو يلتزم بتعليمات المدير الفني. المدير الفني عايزه نقطه، النقطه اللي نزلها دي يكون هو الفيصل، لو هيلعب سيرف لو هيعمل ديفنس. عندنا لعيبه بره مميزين جدا في السيرف، مميزين جدا في الديفنس في الاستقبال،
يقدر يستفيد منهم في اوقات الحرجه. فهو اخر مباريات بين مصر وتونس فوز المنتخب التونسي تؤثر بكره في النتيجه ولا لا تؤثر؟ لا 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 لا، اصل احنا لعبتنا عندها خبره كبيره. انت بتلعب على ملعبك، وسط جماهيرك، تلفزيونك، اعلامك، مهم جدا ان اللعيبه دي واخد بالك عارفه يعني ايه بتلعب على ملعبك. ان شاء الله نبارك ليهم بكره ويكون مفتاح لماتش الكاميرون يوم السبت، ونبارك لهم يوم السبت على الوصول يا رب. لكن من وجهه نظرك بكره مصر تلعب ناحيه من ضرب السنتر بوك السريع ولا على الاطراف، واستغلال بكره لمهارات المنتخب المصري امام المنتخب التونسي؟ هو هنا عبد الله ليه الدور الكبير، مين اللاعب اللي فايق؟ كل ما لعبت سريع اكتر ما انت بتسهل على اللاعب اللي بيضرب عالي، واخد بالك، ان هو ما بقاش معاه دبل بلوك او ثلاثة بلوك. لو انت ما شغلتش السريع فانت بالتالي كل مره هيروحوا لاحمد صلاح، فهنا الموقف هيبقى صعب. فهنا دور محمد عادل كبير، محسن، عبد الرحمن سعودي، شبل، الاربعه بتوع ثلاثات هم السنتر وهم المفتاح بتوع الملعب. وكان نفسي عبد الحليم عبو بعد ما عمل العمليه والاصابه كان يكون متواجد، لان هو عنصر مهم جدا للمنتخب. بس الظاهر رؤيه المدرب ان هو شافه وهو لسه ما جهزش، فقال لك العب باللي جاهز البطوله دي. فدي كلها وجهات نظر للمدربين، هم اللي هيتحملوا النتيجه. بس احنا اللي في الاول وفي الاخر كاسره الكره الطايره هنفرح لما يوصلوا الاولمبياد، كلنا هنفرح باذن الله معاهم، ويا رب يفرحونا. لكن خلينا نقول لو اديناهم كبسوله سريعه كلمتين، واحد اثنين ثلاثه، تعدوا مباراه بكره، تقول للعيبه بكره ايه قبل مباراه بكره باذن الله؟ الروح المعنويه، ارسال صعب، عشان يفرق كتير الارسال الصعب. امبارح عبد الله كان مميز جدا، جاب 8 ايس ما شاء الله عليه، فدي يعني رقم عالمي جديد لعبد الله، ان هو في ماتش واحد النسبه العالميه ما بتتعداش 3 4 ارسالات في الماتش الواحد. اما يحقق عبد الله 8 ارسالات ومتنوعه، امتى بيرسال قصير لما بيلاقي الديفنس المستقبلين مؤخرين في اخر الملعب، امتى بيلعب عند المهاجم اللي هو موجود على الشبكه. عبد الله عشان كده بقول لك نضج في توزيع اللعب، نضج في ارساله جدا، ما بقاش في وقت من الاوقات كان بيروح بيلعبه بقوه مش مهم يضيع، لا دلوقتي عنده خبره امتى بيلعبه، امتى بيعديه، وامتى بيبقى ارسال تكتيكي عشان يوقف المهاجم. فان شاء الله هيفرق كتير مع منتخب مصر، هيفرق كتير ارسال احمد صلاح يا رب. بقيه اللعيبه لما بتلعب ارسالات اللي هي المفروض النهارده بعد دراسه نقط الضعف فين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميرون هنقدر نلعب عليها. استفاده من اللاعبين الموجودين بره، زي ما قلنا هيلعب، مين هيلعب سيرف، مين هيستفيد منه، مين بتاع ثلاثه ما يكون موجود على الارسال ممكن ينزل واحد ما كانوا يلعب سيرف يعمل ديفنس. المدرب الاجنبي يمكن في كاس العالم اللي فات استفاد من اخطائه في ماتش امبارح كويس، يمكن كان قبل كده اللعيبه بتخرج زعلانه ان هو مثلا خرجه في توقيت معين، امبارح ثبت التشكيل استقر عليه، كانت التغييرات في اضيق الحدود جدا، فاستفاد من الاخطاء اللي حصلت في كاس العالم. يمكن انا انبسطت وقاعد كنت مبسوط ان المدرب بقى عنده خبره، حفظ الولاد، حفظ نفسياتهم ومعنوياتهم، بيقدر يلعب على نقط ضعف المنافس، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. بعيدا وعن المنافسه الافريقيه، خلينا في المنافسه المحليه، وراي حضرتك ايه في المنافسه المحليه؟ مين بيتنافس مع النادي الاهلي في مسابقه السيدات ومسابقه الرجال؟ النادي الاهلي متسيد المسابقات المحليه ما شاء الله. النادي الاهلي عنده فرقه تكسب على مدار 20 سنه قدام ما شاء الله. فسياسه مجلس اداره، توفير اجهزه حديثه في اللياقه البدنيه، في هو الفنيات ده اللي خالص. دي حقيقه. النادي الاهلي عمل لجنه، من ضمن اللجنه اساتذه في كل لعبه، محتاجين بس وقت، محتاجين بنعالج السلبيات ايه، بنتابع كل المباريات للفريق الاول للمجال الناشئين في الولاد وفي البنات. هنبدا النادي الاهلي هيعمل اكاديميات على جميع المحافظات اللي موجود فيها اكاديميات كره القدم، هيدخل فيها ثلاث العاب عشان ننتقي خامات
جديدة. مهم جدا. بنعمل محاضرات للمدربين. نشتغل باسلوب علمي زي ما احنا شفنا امبارح الفيديو تشيك، وفي ازاي تعمل وحده تدريبيه، ازاي تعمل قياسات اختبارات. مهم جدا لاولادنا بصراحه. اخر جلسه واجتماع كان الاستاذ ابراهيم الكفراوي كان مجتمع معانا مع الكابتن رؤوف رئيس اللجنه، واحنا عرضنا فكره اللي هو عمل مركز قياسات واختبارات في النادي الاهلي عشان نحدد للناشئ هيلعب هاندبول، يروح اي اتجاه، هيلعب في اي اتجاه، عشان النهارده ولي الامر وعضو النادي ما يبقاش تايه العب ابني ايه. هلعب هاندبول، هلعب باسكت، هلعب قوه طايره، هلعب العاب قوه. مهم جدا ان هو الولد يطلع من صغره عارف الجينات بتاعته ايه. والنهارده على مستوى العلم بداوا ياخدوا تحاليل نقدر نعرف من خلالها الولد هيبقى موهوب في اي لعبه، رايح في اي اتجاه. دي حقيقة. في نفس الوقت قياسات واختبارات للاعبين اللي موجودين بحيث ان هم يشتغلوا باسلوب علمي، يبقى في معادلات وقياسات وخبر حضرتك بيشتغلوا عليها عشان نطور مستواهم. فربنا يوفقنا ويوفق النادي الاهلي، ونبارك للمنتخب اللي هو الحلقه مخصوصه النهارده علشانه. وبشكر حضرتك كابتن ممدوح، كتير جدا وشرفتني بجد، الحديث معاك ممتع وشيق جدا، لكن انت عارف الوقت ايه، سريعا جدا بيجري معاك الوقت، لكن دايما مشرفنا ومنورنا في قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن خالد، انت نجم كبير وطبعا منورنا في القناه، ونستمل بنستفيد من معلوماتك. ربنا يكرمك. فان شاء الله نتمنى التوفيق لقناة النادي الأهلي. ونشكر المخرجين والسادة العاملين في القناة. ميرسي يا كابتن. فألف شكر كابتن. شكرا جزيلا. وفي نهاية الحلقة بشكركم اللي كنتم متابعينا النهاردة، واستنونا يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 7 ل 8:30 في ألعاب الصالات، وأخبار النادي الأهلي في ألعاب الصالات.